عسلامة مدام. عسلامة. لاباس عليك؟ الحمد لله. مرحبا بك. اليوم حبيت تحكي معنا على الغلاء المعيشي والفقدان بتاع المواد الغذائية. نحكي على الفقدان المواد الغذائية، نحكي على الروز ما فماش، السكر كيف نشوفوه نفرحوا، الفلفل في وقته في الصيف ب 4000 و 5000، الطماطم كيف كيف، البطاطا كيف كيف، الخبز بالصف، ريت الصف من هنا حتى الغادي، واحد يمشي يضرب ساعة في الكوشة يستنى في الخبز. تمشي أنت تقضي مدام ولا المسيو؟ نقضي نقضي نخرج نقضي. مثلا الخبز قديش تقعد شدة صف؟ والله ما فميش نص ساعة موجود. يعني لازم نص ساعة؟ نص ساعة موجود. يعني نص ساعة تنتظر في الصف لين يكمل ولا في الخبز لين يحضر ولا كيفاش؟ لا كيف يوفاله هو الخبز اللي خرج، نقعدوا نستناه حتى لين يحضر. ومضطرة انك تستنى خاطر بعد ما تلقاش؟ ريت ماضي ساعتين مع الشرقة حتى باقيت، حتى شهر باقيت مع الشرقة. الدنيا قديش عندك توا مدام وانت في الأزمة هذه خاصة متاع الخبز، قديش عندك تمشي تشد الصف وتقف وتستنى؟ شهر هكاك، يمكن شهر هكاك. واحنا شادين الصبح. انه الوقت اللي تلقى فيه الخبز متوفر؟ الأغلبية الصباح. الصباح نصف النهار، تمشي نصف النهار مثلا. انا قلت لك تشد ساعة. الصباح أهون شوي. الستة متاع الصباح نشتري الخبز متاع نصف النهار ومتاع الليل. هل عندك حق معناها في عدد معين معناها متاع خبز وإلا لا؟ تاخذ قد ما تحب. لا تاخذ قد اللي تحب الحقيقة. تاخذ قد اللي تحب. التونسي قديش يستهلك خبز في النهار؟ أنت والعائلة. عائلة تونسية مثلا متكونة من 5 أشخاص. 4 من الناس في العائلة مثلا ناخذ 4 باقيت. ناكلوش برشا خبز خاطر 4 باقيت تكفينا. 4 نهار كامل. نهار كامل. ما ناكلوش برشا خبز. بالحق. شنو المواد الأخرى المفقودة معناها اللي تبقى معناها تلوج عليها؟ أكثر حاجة هي تو مفقودة السميد، الروز، السكر، القهوة. الزيت مش متوفر؟ لا فما موجود، ما غلي ياسر الزيت، زيت ياسر غلي ياسر، شنو هي الدولة 5 لترات ولا كنت تستعمل في الزيت المدعم قبل ولا؟ والله لا، ما يعطيو فيه بالمعارف. والله يعطيه قبل كي كان متوفر كنت تشري فيه ولا يعني تستعمل فيها 20 سنة تالي اكها. اما متطور حق السنين هذوما كلهم اللي ولاو دبابز كانوا رخاص شويه، كانوا ب 4000 لتر. كان يا بنتي دبابز هذوكم تاع 5 لترات ليه توا 5 لترات ولا ب 25 ب 30 اسوي معناها الطنجره غليت شكشوكه غلي. والله العظيم مش بربي حاره العظام ب 15% حتى ب 16 ساعات حتى ب 16 انتي والبلاصه. والله معناها بالحق حتى شكشوكه تتكلف وليت حاصيل. الخضره شنو احوال الخضره؟ يعني الفلفل مثلا استوى في وقته الكيلو ب 4000 و 5000 كان طوى في طنبك الفلفل احمر، في طنبك الفلفل والطماطم، البطاطا بالفين، اسمع البطاطا بالفين، الفلفل ب 4000 و 5000، الطماطم بالفين. يعني شنو الحاجات الرخيصه اللي متوفره؟ كالخبز كالباجيت 200. اما مش متوفر كمان معناها متوفر، اما فماش حتى حاجه ارخص من الباجيت. والله كالباجيت نفخ الباجيت في الموكو. ربي شكون بعد عز ودلاله بشكل باقيت بالماء يا اخي زوالي معناها كان يشري ويقضي والدنيا ضعيفه شهريه بلا 500 دينار 600 دينار في الوقت في 4 من الناس في العائله ما يخدموش حسب رايك انت كافي ما تكفيش يعني هكا واحد عايش في النهار قديش تصرف مدام؟ والله معناها اذا ما صرفتش برشا هو لازم الواحد باش يصرف في النهار. ما صرفتش نقولوا ما صرفتش برشا يعني هكا شريت حاجات عاديه كم شفت الشكشوكه 10000 بالحق 10000 فلفلها بطماطمها يتحسب لها خبزها بمعطاها ربي بعضهم 10000 مع فقدان الخبز ومعناها وليت الطيب في حاجات اخرى
معناها ما معناها ما تنجمش تاكلها بالخبز. مقرونه ولا كسكسي شنو هكا؟ شحال هي العباد ولا تخزر السمنه قدنيش. كل مقرونه وكسكسي هذاك هاو، حتى الخبز يسمن راهو كل يسمن. واش باش نعملوا؟ الدجاج غلي، الاسكالوب غلي، اللحم ب 42 43، كي البقري كي العلوش، يعني صعبت صعبت والله. ان شاء الله تفرج وكاها وان شاء الله بي. وزيد مادام احنا في الصيف يعني العادات الغذائيه نتاعنا نبدلوها شويه، ما عادش نطيب برشا حاجات كيما نطيبوها في الشتاء. فماش خضره؟ ما فماش خضره. الخضره اللي باش تاكلها باهيه كيما السفنيريا كيما اللفت كيما نقولوا الخضره الخضره معناها قلت اي. قديش الخضره مثلا معدنوس قديش؟ هاني قلت لك بدينار، معدنوس بدينار وسلق بدينار والسفنيريا ب 2500 كيلو ب 3000 كيلو. شنو الحاجات اللي طيبها في الصيف؟ في الصيف لا كل مره كيفاش، مره مرمز مره مرقه بطاطا مره شويه بصلي مره شكشوكه مره كل نهار وقسمه، مره كسكسي مره مقرونه مره. تبدا منظمه مثلا كل يوم شنو باش تطيب ولا كل نهار ونهار؟ يعني والله ساعات تجي تلوش في دبارة، ساعات تجيني الفكره في وقتها. قلنا المواطن التونسي ديما يتشهى ويحب ماكله بنينه، اللي عنده يتشهى وياكل الماكله البنينه، اللي عنده واللي ما عندوش ربي عطيه الصبر. فهمتني؟ اللي ما عندوش ربي عطيه الصبر. شنو حوالي الغله؟ الغله الكرموس ب 11 دينار وب 12 دينار، العنب 7000، التفاح ارخص تفاح ارخص تفاح ارخص تفاح ارخص تفاح 3000 ارخص تفاح. اللي هو الكاليتي نتاعو مش باهيه. ما كنتش نخزر له جمل، هي كلها غل نعم تربي على محل. اي فما بروميير شوا، فما الدلاعة المرأة البارح نسمع فيها تحكي قالت لي خذيت ربع دلاعة، دلاعة ما يقصها على أربعة بالكيلو. اي ربع دلاعة ب 8000 وقالت 8300 طلعت. نخلي لك الكلمة الأخيرة. الكلمة الأخيرة إن شاء الله ربي يرفق بينا، إن شاء الله ربي يرفق بينا ووليداتنا تلقى الخدم. البطالة كثرت بصراحة. عايشك مدى عايش سلامة ربي يعينك.